الزلزولي يقطع عطلته الصيفية ويقرر الالتحاق بتدريب برشلونة يوم الاثنين المقبل. قرر اللاعب الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي قطع عطلته الصيفية والانضمام بشكل مبكر إلى تدريب البلوغرانا لبدء المرحلة التحضيرية للموسم الجديد. وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الزلزولي سيلتحق بتدريب برشلونة يوم الاثنين المقبل من أجل إقناع تشافي بمؤهلاته وقدراته على تقديم الإضافة للفريق. وأوضح ذات المصدر أن الفائز بكأس إفريقيا تحت 23 سنة مع المنتخب الأولمبي المغربي تخلى عن عطلته الصيفية وقرر الانضمام إلى تدريب برشلونة قبل 3 أيام من سفر النادي الكتالوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض جولته الصيفية. يذكر أن الزلزولي قضى موسما مميزا مع أساسونا على سبيل الإعارة، حيث خاض 24 مباراة في الليغا والكأس وسجل خلالها 8 أهداف. انتهى موجز اليوم.